تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة التمكين كخطوة تأتي ضمن إطار وضع السياسات والأنظمة المتعلقة بتدريب ودعم وتشجيع إتاحة الفرص النوعية للبحرينيين ذات القيمة المضافة في القطاع الخاص إلى جانب تنفيذ البرامج المشتركة في مجال تنمية الموارد البشرية، حيث تهدف مذكرة التفاهم بالدرجة الأولى إلى تكامل الجهود الرامية إلى طرح البرامج المناسبة لتأهيل الباحثين عن عمل تمهيدا لإدماجهم في سوق العمل وفق الاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات الانتاجية، فضلا عن تعزيز أفضلية البحرينيين في التوظيف داخل منشآت القطاع الخاص عبر مشاريع دعم الأجور والحوافز. أن تعمل كافة الجهات وفي مقدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل تمكين وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل على تجسيد ومتابعة الأهداف المنشودة لإصلاح سوق العمل، بحيث أن المواطن يلقى دائما أو يكون دائما أولوية في برامج التوظيف والتدريب والتأهيل. اليوم تجتمع إدارة العليا في تمكين ووزارة العمل لكي تضع معالم الخطة المستقبلية لتعزيز جهود تأهيل وتوظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص. حقيقة هناك فرص واعدة، هناك حوافز توظيف، هناك برامج تدريب وتأهيل سوف يستفيد منها كل مواطن في مملكة البحرين. واليوم دخلنا مرحلة جديدة من التعاون مع الوزارة، وطبعا كل عملنا إن كان في وزارة العمل أو صندوق العمل ينصب حول خدمة المواطن وكيف نأهل المواطن يكون الخيار الأفضل للقطاع الخاص وأن نمكن المواطن من الحصول على الوظيفة الكريمة بالأجور المطلوبة. فعملنا ينصب في كل هالمراحل من التعاون في مع الباحثين عن العمل وتأهيلهم إلى تطوير الموظفين البحرينيين في السلم المهني ومساعدتهم للوصول إلى حياة أفضل والعيش الكريم.